مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في بعض الأحيان قد يقوم الناس بأخذ حيوان ما لتربيته دون مسؤولية أو معرفة كاملة حيال قرارهم هذا. وفي هذا الصدد بينما يكون الحيوان الأليف صغيرا في السن فهو يجلب الكثير من السعادة لمالكه بالطبع، وهذا أمر عادي. لكن ما يحدث هو أن هذا القط أو الكلب أو أي حيوان أليف آخر وفور أن يكبر في السن يصبح غير مرغوب فيه، كما لو أن الناس تنافق نفسها وتحب شكل الحيوان عندما يكون صغيرا فقط. وقد تجد من يصطحب الحيوان لمنزله من أجل أخذ صورة له ووضعها في مواقع التواصل الاجتماعي فقط. فبدون الإطالة عليكم أكثر، ما حدث في قصتنا لهذا اليوم شيء من هذا القبيل، فابقوا معنا ولا تذهبوا لأي مكان. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. عثر زوجان حديث العهد بالزواج على قطة صغيرة وجميلة، مثل ما هو الحال بالنسبة لأغلبية القطط عندما تكون صغيرة، وقد أطلقوا عليها اسم بولي، والتي أصبحت تعتمد على ملكيها في كل شيء ولا تفارقهم وتقوم بما تقوم به أغلبية القطط، القفز واللعب والمواء طلبا للطعام والنوم قربهما أغلبية الوقت. وعلى ما يبدو بدلها الزوجان الحب والمودة بالطبع. لكن بعد مرور سنوات قليلة اضطر الزوجان للسفر نحو بلد آخر، ولم يستطيع أخذ بولي معهما لأنهما أراد تنظيم حياتهما الجديدة أولا، وبالتالي قاموا بقرار مفاجئ للغاية وهو أخذ القطة لمصحة بيطرية من أجل إخضاعها. وهنا ربما قصد التخلي عنها أو ربما الأسوأ، ومنحها ما يعرف بالموت الرحيم من أجل التقليل من أعداد الحيوانات الشاردة في الشارع. فقد أخبر البيطري بأن القطة كبيرة في السن ومريضة للغاية وهم على وشك الرحيل، ولهذا القتل الرحيم فقد يكون أفضل خيار لها وللجميع. ربما لو علمت بولي ما قام به ملكها لقامت بالهرب للنجاة بحياتها بالطبع. وقد تم نشر هذه القصة للقط الذي خانها أصحابها من طرف الطبيب البيطري نفسه، فقد نشر في قصته بأنه قد ارتاب لطريقة تحدث الزوجان حيال القطة التي بدت له طبيعية وبأفضل حال، كما قال بأنه قد طردهما من المصحة وأخبرهما بأن لا يفكر أبدا في امتلاك حيوان أليف مرة أخرى. السبب وراء غضب الطبيب وطرده للزوجان هو أن حيلتهما قد انطلت عليه في البداية وبدأ الإعداد لتخليص القطة من عذابها، لكنه سرعان ما اكتشف بأنه كان خاطئا تماما. لقد تفقد بطنها بحيث لاحظ أنها أكبر من المعتاد. قرر القيام بفحص سريع بالأشعة وأظهر الفحص بأن القطة كانت حامل، وهنا ربما كان أي شخص آخر ليحس بالغضب ويطرد الزوجان على الفور حتما. يجدر الذكر بأن ما كان في بطن بولي كان قطة صغيرة قد تكونت بالكامل مسبقا، بمعنى أنها كانت أجنة تمتلك الذيل والأذنان والأطراف وكل شيء تقريبا. ولهذا كانت ردة فعل الطبيب البيطري صريخة في وجه الزوجان قائلا: اخرجوا من هنا، انصرفوا بعيدا، فلن أسمح أبدا بقتل أم حامل مهما كان جنسها. وبالطبع من عساه يقوم بأمر مثل هذا سوى من لا يوجد في قلبه أي رحمة أو شفقة. وعلى ما يبدو فقد قرر الزوجان التخلي عن قطتهم بأبشع الطرق، وربما كان الأمر غباء منهم أو عدم معرفة، لكن الكذب حيال حالتها منذ البداية أمر غير صائب. وعلى أي تم نقل بولي لملجأ للحيوانات حيث تمكنت من ولادة صغارها هناك في انتظار قدوم من يعتني بها حقا. وبما أنها قد تمكنت من الولادة بشكل طبيعي وكل صغارها كانوا في صحة طبيعية وجيدة، فإن الملكان السابقان كذبا حتما بخصوصها، وربما لو قاموا برميها للشارع لكان الأمر أفضل بكثير مما قام به. يجدر الذكر بأن ما حدث لبولي أمر شائع، فأغلبية الناس تربي الحيوانات في صغرها فقط وتتخلى عنها عندما تكبر، وهذا أمر غير صائب. وفي النهاية ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فاللهم ارزقنا وإياكم الهدى لفعل الخير أينما كان.